ترجع لصالح نادي ساسولو. كرة ممتازة جدا، يتقدم يدخل، خطيرة إمكانية 1-0، خطيرة 1-0، 1-0 لصالح نادي ساسولو، يفتتح باب التسجيل عن طريق بينامونتي، يسجل 7 أهداف في السيزون، لمسة كانت ولا أروع، بينية كروس وبينامونتي يكمل البقية، يسجل أول أهداف المباراة، يضع نادي ساسولو في المقدمة 1-0 لنادي ساسولو. شوف الكرة الانطلاق، اللمسة كانت رائعة بدون رقابة بالقدم اليمنى، يسكنها في شباك الحارس تيراتشانو ويفتح ابواب المرمى. 1-0 للساس، 1-0 ساسولو، افتتاح النتيجه لاصحاب مستوى الرؤية. ويدخل في الفرصه والمحاوله اخيرا، لمسه هذه الصوره، هناك وضع التسلل على انريكي، انتظار الحكم السيد روتساريو بيسو. عاد الكرة لأكثر من عاد عفوا اللقطة لأكثر من مرة. زال الحوار مع ثنائي فاليريو وماتيو. ما هو قرار الحكم؟ حكم يقول اوف سايد. في حوار مع كونسيلي، ولا كلين شيت لكونسيلي في السيزون لحد الآن. تركيز كبير من بونافيرتورا، فرصة التعديل، فرصة العودة للفيولا فيورنتينا. حكم المباراة نبع لاعبين، ممكن يعود، ممكن يعدل، ممكن يرجع لفيولا. يا سادة تغييرات غيرت نقول وجه الفريق إلى حد الآن، في انتظار العودة والكامباك. بونافنتورا كونسيلي، تركيز كبير، يتقدم بونافنتورا وجول، يتصدى كونسيلي بروعة في اللقطة الأخيرة. الله 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 على كونسيلي، يتصدى كونسيلي بروعة. هنا فينتورا شوف متردد شوية، التسديدة ليست بالقوية، التصدي كان ولا أروع من كونسيلي، يتصدى، يبقي على سكور، يبقي على سباقية. الخط الخلفي في حين فرصة للتسديدة خطيرة، يا 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 خطيرة، والعارضة في حين جول 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 جول، هدف التعديل عن طريق الهداف مارتينيز، يعدل النتيجة، يعيد المباراة لنقطة البداية. اي 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 المباراة، ماذا هناك؟ ماذا هناك سيد الحكم؟ هدف التعديل من كوارتا مارتينيز، في حين المعلق فارس والمتفرج فارس. وإلى حد الآن مباراة كانت ولا أروع، شوف التسديدة قوية العارضة ترفض في مرة أولى، المتابعة في مرة ثانية. الحكم ماذا يقول؟ أعطيني الصورة يا مخرج، أعطيني الصورة، هل سيعود للفار للتأكد في حين يلغي الهدف؟ في الجهة اليسار دونكان لكروس، لاسيست وجول، كونسيلي جانبية جانبية من مبالاتزولا. هاي هاي هاي، فرصة ضاعت على نادي فيورنتينا، فرصة ضاعت بطريقة غريبة وعجيبة. شوف الكرة لكروس كان من ليماتيكو، التصدي في مرحلة أولى، المتابعة وكرة مبالاتزولا جانبية لمرمى الحارس. كونسيلي يتألق في الكرة الأخيرة، كونسيلي